واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل وفي الحرية، وأسقطوا الأقناع عن وجوه التي لبسوها أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات، قادرون على المضي قدما لنضع معا تاريخا جديدا، لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس العاصمة بلحسن الحياوي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية. سيد لحسن، يعني توقعاتك للإقبال على الانتخابات ونسب المشاركة في ظل مقاطعة ودعوة أيضا دعوة القوى بعض القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات؟ نعم، هو في الحقيقة لنكون واضحين، الانتخابات دائما تقع تحت سيطرة المزاج العام أو ما يسمى بالمزاج الانتخابي بالنسبة للتونسيين، ودائما ما كان هذا المزاج الانتخابي في كل المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس يميل نحو العزوف وعدم المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية. والحقيقة أنه لم يكن هناك طيلة هذه السنوات عمل على تبيان أن الواجب الانتخابي هو واجب، نعم هو حق يعني للمواطن، ولكنه واجب أيضا. الأحزاب البرلمانية كانت تستثمر في حالة العزوف التي كانت دائما في حدود 60% من أصوات الناخبين، وتكتفي بالبقية يعني بالكتلة الانتخابية النشطة التي دائما كانت في حدود 3 ملايين ناخب في كل المحطات، سواء كانت انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية. وما حدث منذ 25 جويلية 2021، وخاصة حالة الإرجاف التي عمت في الشارع التونسي، قد تهدد بأن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية سوف تكون نسبة متدنية. ولكن في كل الحالات في تصوري أننا سوف نحافظ على تلك نفس الكتلة الانتخابية النشطة يعني في حدود 3 ملايين، وسوف نسجل نفس الأرقام التي سجلت إبان الاستفتاء على الدستور، يعني سنكون تقريبا حوالي 3 ملايين ناخب، أقل بقليل أو أكثر بقليل من 3 ملايين ناخب. من الطبيعي أن تكون في ساعات الصباح الأولى يعني في النصف الأول من اليوم أن يكون الإقبال ضعيف، لا يكون هناك إقبال على المستوى المطلوب، ولكن مع تقدم ساعات النهار من المنتظر أن نشهد مشاركة أكثف. مع سيطرة الأزمة الاقتصادية على مناحي الحياة في البلاد، يعني كيف ستكون اتجاهات تصويت الناخب التونسي وأيضا دور البرلمان ذاته في المرحلة المقبلة في ظل الدستور الجديد، وإلى أي مدى يمكن أن يسهم في علاج هذه الأزمة؟ نعم، نحن يعني الآن لنكون واضحين، الآن أمام انتخابات مختلفة أو تجربة نظام انتخابي مختلف، وهو نظام التصويت على الأفراد. هذا طبعا سوف يعطينا مشهدا انتخابيا مختلفا تماما فيما يتعلق بتوزيع الأصوات، فيما يتعلق بالأعداد المصوتة وغير ذلك. وطبعا كما ذكرتم، الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية هي من أفقدت الثقة التونسيين في صانع القرار السياسي. يعني هذه الثقة فقدتها الأحزاب حينما كنا في ظل النظام الهجين أو النظام البرلماني المعدل، والآن مع النظام الرئاسي ومع نظام التصويت على الأفراد أيضا لم يرتفع منسوب أو مستوى هذه الثقة. الآن نأتي إلى دور البرلمان التشريعي. منذ البداية كانت هناك رؤية على أن المشكلة الاقتصادية في تونس سببها الأساسي هو عملية صنع القرار السياسي، يعني سن القوانين وسن التشريعات التي هي تحدد توجه الاقتصاد ونوعية الاقتصاد وأيضا مناخ الاستثمار وغير ذلك. الآن من المنتظر أن هذا المجلس التشريعي سوف يحاول أن يقدم بديلا
للتوجه الاقتصادي العام الذي كان مسيطرا في العشر سنوات الأخيرة. نعم، الدور الأساسي بالنسبة إلى نواب البرلمان، هذا البرلمان في غرفته الأولى، قد يبدو منذ البداية محدودا، ولكن في الحقيقة نعم، نحن بصدد مرحلة تأسيسية جديدة أيضا، لأن حتى بوجود الدستور الذي وقع التصويت عليه في 25 جويلية 22، هذا الدستور قدم طيعا ولينا وفي حاجة إلى مزيد من العمل ومزيد من التعديل حتى يمكن أن نصل إلى نص دستوري مقبول من الجميع. في تصوري أنه ثمة عمل كبير وكبير جدا أمام المجلس التشريعي القادم، ولكن ننتظر أن نرى نوعية الأشخاص الذين سيصعدون إلى هذا المجلس التشريعي وكيف كيفية أدائهم، ومن المنتظر أنها نخبة سياسية مختلفة عن تلك النخبة السياسية التي ميزت العشرية الأخيرة. نعم، يعني غياب اتحاد الشغل وبعض القوى السياسية المعارضة عن هذه الانتخابات، يعني كيف يمكن أن يؤثر عليها وأيضا على شكل البرلمان وقدراته في المرحلة المقبلة؟ نعم، هو من الناحية القانونية ليس هناك أي تأثير، من الناحية الميدانية ليس هناك أي تأثير على عمل البرلمان وعلى انطلاق البرلمان وعلى دور هذا البرلمان، ولكن من الناحية السياسية الآن نعم، يعني هذه الأحزاب التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات، كل ما في الأمر أنها كانت تحاول الاستثمار في حالة العزوف التي قلنا أنها السمة الأساسية بالنسبة للمزاج الانتخابي في تونس في كل المحطات الانتخابية، تحاول الاستثمار في حالة العزوف وتصور حالة العزوف أنها استجابة لدعواتها إلى المقاطعة، ولكن هذا غير صحيح. من المعلوم أن أغلب هذه الأحزاب لم يعد لها رصيد شعبي حقيقي في الشارع، ولم تعد تحظى بثقة الناس، بثقة الناخبين وبثقة المواطنين التونسيين. إذن كان ثمة مطلب جماهيري للتخلص من هذه الأحزاب البرلمانية عبر المطالبة بحل البرلمان قبل 25 جويلية وإسقاط الحكومة وما غير ذلك. والآن من المنتظر أننا سوف نشهد نخبة سياسية جديدة، صانع القرار السياسي بأولويات جديدة، بأفكار جديدة، بخيال مختلف، ربما بإرادات مختلفة. وفي الحقيقة من المبكر الحكم لصالح هذه النخبة السياسية الجديدة أو عليها، ولكن من المؤكد أنها سوف تكون نخبة مختلفة وسوف تكون هناك توجهات مختلفة. والأمل بالنسبة إلى التونسيين أن تقدم هذه النخبة السياسية ما هو مطلوب منها لخدمة المواطنين. شكرا جزيلا لك سيد لحسن لحياوي، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، كنت معنا من تونس العاصمة.